خلصنا من القصة. عوافي يا أم فارس. الله يعافيك، وين كنت؟ وين بدي كون يعني؟ قاعد مع الشباب بساحة الضيعة عم ندردش. ليش ما عندك شغل بالبستين؟ بلا عندي شغل، رحت الصبح درت المي ورجعت. بس انت دريتي انه نجايب رجع ضيعة؟ ومنو نجايب؟ نجايب ابن ابو نجايب الصقعان. ليش وين كان حضرته؟ كان بامريكا عم يدرس. يعني يا 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 على حساب صار له اكثر من 10 سنين تارك هالضيعة، ورجع هلقتني ومعه شهادة دكتوراه بالزراعة. قد الدنيا يا ام فارس، هالقد قدها. هلق نجيب ابن ابو نجيب صار معه اسم الله دكتوراه من امريكا بالزراعة؟ الا ما تستصغريش حد من العين يا ام فارس. مش معقولة، ما بصدق. لك مش هو نفسه نجيب اللي كان يمشي بالطريق مثل الاهبل ويحكي مع حاله؟ بلا هو. احسنت يا ام فارس، برافو عليك. مش هو نجيب يا عمي اللي طفش من الضيعة لانه بنت عمه سلوى ما قبلتش فيه؟ يعني مش معبي عينه. برافو عليك يا ام فارس، برافو عليك. اي بس هلقتني، اذا شفته ما بتعرفه، تغيرت احواله كثير، صاير خواجع لورد، طول عرض وش ببي تاخذ العقل. ليش انت شفته؟ انا لسه ما شفتوش، بس هيكيني سمعت، واليوم بعد العصر وعدت بنايف نروح نسلم عليه. كنت شوفه بالطريق وسلم عليه، ضروري تطرق هذاك المشوار لا تسلم عليه. مش حلوي، مش حلوي ام فارس، لازم روح. بعدين عم يقولوا انه هالصبي ناوي يفيد اهل الضيعة ويحسن الزراعة فيها. وبشو بقى؟ شو بيعرفنا يشلو؟ شغلته هاي مش شغلتي، بس اكيد هالقاعدة بامريكا قلبت له مخه فوقاني تحتاني، وصار يفكر مثل الخلق والعالم. ليش دخلك سؤال؟ بشو نحنا منقل عنن او مننقص دخلك؟ قلي. هو هو علينا مننقص كثير، هونيك الزراعة والفليحة كلها عزرار، وعم يقولوا انه الفليح هونيك ما بمدش ايده على شيء ابد، بس بيقعد هيك، بيقعد بيتفرج على المحصول كيف بده يطلع وهو عم يكبر وينمى. ليش انت ما شاء الله حولك عم تمد ايدك وتشتغل؟ يعني كمان انت الثاني قاعد وعم تتفرج ونحن اللي عم نشتغل، تاريك مثل الامريكان. معك حق. أنا طول عمري وعقلي مثل الأمريكيان، بس ما فيش مين يقدر. مو هيك بالله؟ يا لطيف شو إنك مظلوم بالضيعة ومهدور حقك. قومي أم فارس هلق وجهزي لي الغداء، خليني آكل لقمي واتيسر بعدها على بيت بو نجاب. اي والله اللي بشوفك ملهوش كل هاللهجة، بيقول لحيل ورايح تتعلم زراعة الكاكاو والشوكولاتة عنده. وليش لا؟ يعني يلي عم يزرعوا كوكب وشوكولاتة أحسن منه؟ هلقتني بدي أسأله، صحيح التربة عندنا صالحة لزراعة الكوكب؟ أكيد صالحة، ولا ما كان حكى بهالموضوع؟ بعدين الزلمة عم يقول إنه بيغير مفاهيم الزراعة كلها بيضيعة. يا لطيف تلطوف، شو رح يعمل يعني؟ الله أعلم، بس أكيد جايب طرق جديدة ومفاهيم جديدة بتفيدنا. يا سيدي فعلا رجعت هالزلمي على الضيعة، نعمة نعمة كبيرة. والله معك حق، ضيعتنا من زمان ناقصها خبير زراعي مثل هذا. نقصها إلا نقصها. وعم يقول كمان إنه طرق السقاية اللي عندنا كلها صارت قديمة وما عاد حدا استعملها، والمهندس نجيب بده يعملنا طرق جديدة. وشو الطرق بقى؟ ما حكى عنها. حكم بلا يا سيدي، قال اسمها السقاية بالإرضاع. السقاية بالإرضاع؟ شلون يعني؟ بلا، قال يا سيدي هاي الشجرة بتاخد كفايتها من المي والغذاء مثل ما الصبي بياخد حاجته من صدر أمه. العم على هالخيلة، شنو بدها تصير هي؟ ها سيدي، على كل حال بكرة منشوف ومنعرف كل شيء. الحمد لله على السلامة يا مهندس نجيب. الحمد لله على السلامة يا دكتور نجايب، يعني أنورت البلد بوجودكين، بارك الله فيك وكثر من أمثالك. الله يسلمك عمي أبو فارس. في الحقيقة يعني
نحن انبسطنا برجعتك كثير، لأنك مكسب كبير كثير لأهل الضيعة وأنت. شكراً يا عمي أبو فارس، لأنه بصراحة يا جماعة أنا لولا حبي الكبير لأهلي وأهل ضيعتي ما كنت رجعت لهون. بالفعل يا جماعة، لأنه المغريات اللي انعرضت على ابني نجيب مشان يضل هنيك لا بيقبل مخ ولا بيتصور عقل. مثل شو؟ يا سيدي، أول شيء عرضوا عليه يشتغل بمزارع بيت كندي كله، بس رفض، قال حنين لضيعته ودبحه. وبيني وبينك، خدمة ضيعته أهم بكتير من خدمة بيت كندي. طبعا أهم، لك الله يحيي أصلك يا مهندس نجيب. وكمان عرضوا عليه يستلم منصب كبير بالجامعة، كمان رفض، قال بلدي أولى فيه. يا سلام على الوطنية والشهامة، هيك ها؟ طيب يا جماعة، خلونا نترك المجاملات شوي ونحكي بالبزنس. كيف شغلكم؟ إن شاء الله ماشي الحال. ماشي الحال، مستورة. وكم موسم عم تزرعوا بالسنة؟ كم موسم يعني؟ قال كم موسم؟ موسم واحد مثل العادي. موسم واحد بس؟ معقول الحكي؟ ليش بأمريكا كم موسم بيزرعوا بالسنة؟ قول موسمين، ثلاثة، وأربعة أحياناً. شو هالحكاية يا دكتور نجاي؟ معناها يلي ناوي يطقها جوازي على الموسم بيلحق أربع جوازات بالسنة. أصلاً أنت هذا اللي أخذ عقلك يا أبو فارس. طيب شو رأيكم يا جماعة نطلع نتمشى شوي بالبساتين؟ حابب أخذ فكرة عن الزراعة اللي عنا، إذا ما عندكم مانع. لا ما فيش مانع، حب على قلبنا. تفضل. تفضل يا جماعة. تفضل. تفضل يا دكتور نجاي. شو ها؟ كمان الأكاروز وصل لهون؟ ليش كمان في بأمريكا كاراكوز؟ أكاروز مو كاراكوز. ها، يمكن هو طلع من هنيك، بس بأمريكا من خمس سنين قضوا عليه تماما. ونحن إن شاء الله بنقضي عليه تمام. مو حرام؟ مو حرام هالأراضي كلها هيك؟ صدقوني لو هالأراضي كانت بأمريكا كانت عطت أربع خمس مواسم بالسنة. يعني هون مو ممكن تعطي هيك يا مهندس نجيب؟ ممكن، بس بدها شغل كتير، ومعلومكن ما في شي بيجي من دون تعب وشغل. شوفوا مثلا هالشجرة هي، إذا ضلت هيك من دون علاج مستحيل تعطي دراقنة واحدة. معلوم مش رح تعطي دراقين لأن شجرة جوز. اي بعرف إن شجرة جوز، بس بأمريكا عنا بيطعموا الدراقين على جوز. شلون؟ الدراق مع الجوز؟ ايه ايه، لدرجة انه الدراقين صار يطلع في طعم الجوز، والجوز صار يطلع في طعم الدراقين. عم قلكن شغلة بتمزع العقل. يا لطيف. معلوم الشغلة بدها ذكاء يا عمي. عم قلك دوخ الخلق والعيلة، دوخون يا ام فارس. يعني افيش شغلي بهالضيعة عجبته؟ افيش. وقال بده ينفض هالضيعة من شروشة، بده ينفضها. شو علا ينفضها قد ما بده، احسن من هالقاعدة بلا طعم. قلنا له هالشاي، قال اول شاي بده يجرب بستانهن، اول شاي، بعدين بده يجتمع معنا نحن رجال بكره ويسالنا كم سؤال. طيب يسال شو علا؟ شو بعرفني شو علا؟ اللي يا ابو فارس، البقر عنا هون كم لتر حليب بتعطي باليوم؟ يعني بتعطي شي 5 لتر بس. اي بس مش اكثر. اعوذ بالله، نحن عنا بامريكا البقره اللي ما بتزت 20 لتر حليب باليوم بيبعتوها على الدبح، هذا إذا ما عدموها إعدام فوري. يا ستار، ليش بقر أمريكا غير البقر اللي عنا؟ البقر بقر وين ما كان، بس الضرب على العقل اللي عم يفكر، على التكنولوجيا اللي عم يستخدموها، وهلأ عم يفكروا بأمريكا كيف ممكن يستغنوا عن البقر بشكل نهائي. وشلون بدهم يعيشوا بلا بقر؟ منين بدهم يجيبوا حليب ولحمة؟ اخترعوا بقرة آلية بتحلب كل يوم 40 لتر حليب، وبتاكل 200 برادة حديد. شغلتها خفيفة نظيفة، لا ريحة ولا أعطلة، لا بتمرض ولا بتموت. وعم يقولوا
انه رح يعضوا معها كفالة 5 سنين، يعني اذا خرب فيها برغي واحد هن المسؤولين عنه. يا لطيف يا لطيف تلطف. طيب بدي اسألكم، الغنمي عندكم هون كم مرة بتولد بالسنة؟ مرة واحدة. كم مرة يعني؟ اعوذ بالله على التخلف. عندنا بامريكا اذا الغنمي ما ولدت 4-5 مرات بالسنة بيسلخوا جلدها سلخ، بيعدموها على الكرسي الكهربائي. يا لطيف تشعل البلا تصريف. طيب الجاج عندكم كم مرة بيبيض باليوم؟ كل يوم بيضة. بيضة واحدة بس؟ إيه لا اسمحوا لي، هذا اسمه تخلف. ليش بأمريكا كم مرة بتبيض الجاجة؟ الجاجة اللي ما بتبيض 4 بيضات باليوم بيعدموها على الخازوق. لكن على هالمنوال أكيد ديوك أمريكا بتبيض. طبعا كله بده يبيض، ما في حدا بيضل مأنزع وقاعد. لا تكون عم تبيض علينا يا دكتور نجاب. لا ولو، معقولة؟ طيب كيف الدجاج هونيك ببيض 4 مرات؟ نحن بنعرف انه الدجاجة بس يطلع عليها ضو النهار بتبيض بيضة وحدة. وهنيك نفس الشيء، بس هنيك بيطلع ضو النهار على الدجاجة 4 مرات. 4 مرات؟ على الدجاجة؟ إيه لك أنا شو مفكرين؟ معقولة 4 مرات؟ شلون بقى؟ بالخدعة طبعا، بيفوتوا هالجاجات على الإن، بس شو إن؟ بيطلع قد الضيعة على 2-3، وبعد ساعتين بيشعلوا كشافات كبيرة بتعطي ضو مثل ضو النهار. بيقوموا الجاجات شو بيفكروا؟ إنه النهار طلع، بيقوموا بيبيضوا، وبعد ساعتين بيطفوا الضو. بيقوموا الجاجات بيفكروا إنه الشمس غابت، بيرجعوا على الإن وبيناموا، وهيك بيكرروا هالعملية 4-5 مرات، والضو عم يشعل ويطفي، وهالجاجات عم تبيض. ولك يا عمي عالم قاعدة عم تفكر وتشتغل، لك ايش هو هالحكي؟ ولك يا ام فارس فهميناي وفتحي مخك الصغير يلي قد الجوزي اليابسة. الامريكيان مش افهم مني ولا اذكى. ليش؟ هنن فيهن مخ وعقل وبصلة سيسائية، واني كمان فيني مخ وعقل وبصلة سيسائية بعد. شو المعنى يعني؟ المعنى لازم خلي الدجاجاتنا يبيضوا 4 مرات باليوم. بس جيجات أمريكا غير جيجاتنا. نفس الشيء نفس الشيء. قال غير دجاجاتنا، قال الدجاج دجاج وين مكان وكيف من وجد. روحي قومي 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 لعند الجيران استعيروا لوكسين زيادة، خايف هذاول ما يكفوناش. أبقاش لوكسات عند الجيران، ليك استعرناهم كله. قومي قومي تعي جاي تعي جاي، انت حملي لوكسين واني بحمل لوكسين ومنفوت سوا على القن. امسكي من يدي هات تشوف. حقينا يا ام فارس. فيقي انت وياها وليه؟ فيقي طلع الضو حاجتكم نوم مثل الستات الاكاذيب. فيقي بخ 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 وبعدين يا ابو فارس؟ ايه شو بده يصير يعني؟ قالوا بعدين، قال يعني الدجاج من رعبته بطل يبيض. وصرت اني مثل بعبع الدجاج بس يشوفني الدجاج ببطل يبيض. الله يصلحك يا ابو فارس، الله يصلحك ويهديك على العملة. حدا بيعمل عملتك؟ مش انت قلت لي انه بامريكا هيك بيعملوا؟ ولا لأنه الجاج عنا أذكى من جاج أمريكا ما انطلطش علاه الحيلي؟ لا يا سيدي مو لأنه أذكى، كمان الجاج هون ممكن ينضحك عليه بس بالتدريج، مو خبط لزق مثل ما عملت حضرتك. كيف يعني؟ يعني هالطريقة هي لازم تتنفذ على مراحل، بدها خطة مدروسة، برنامج دقيق، متابعة آنية لحتى تزبط.
انت المفروض كنت تشاورني وتسالني قبل ما تعمل اي شيء. انا بامريكا دارس وما في شغلي عندي ما لها حل. الله يهديني على هالعملي. طيب شو العمل هلا؟ بشو؟ بالدجاج يلي مش عم يبيض. لا تخاف يا ابو فارس، شغلتك محلوله. وشلون محلوله بقى؟ يعني انت دجاجاتك هلا اصيبوا بحاله ذهول وصدمه واكتئاب من جراء الرعبه اللي اكلوها. اي مش قليل الرعبه اللي اكلوها. بتقطع الخلفه ضغري. لذلك انا بنصحك انك تريحهم شوي. ريحين؟ شلون بدي ريحين؟ انت بتعرف تعزف جيتار؟ لا بعرف اعزف طبلي ودربكي. لا لا اوعك، الطبله ما بيمشي حالها. انا هي المسائل كلها دارسها بامريكا. الجاج هلا لازمه موسيقى هاديه لحتى يسترخي وترتاح اعصابه. موسيقى هاديه؟ طيب شو رايك يا نجاب نجاب ابن ابو نايف يعزف لنا على المنجيره؟ لا لا شو منجيره انت التاني، بلا ما يصير معهم نكسه وما يرجعوا يبيضوا بحياتهم. اللي انت عندك مسجله؟ ايه عندي. شو في عندك اشرطه؟ زجل وعتابه وهواره بعد. سلو ميوزك ما في؟ ها؟ سلو ميوزك. لا شو عارف؟ ما فيش. بسيطه بسيطه، انا بعيرك شريط من عندي. روح الله يخلي لنا اياك ويكرم لنا اياك يا رب. تكرم عينك يا ابو فارس، انا اصلا ما رجعت على الضيعه الا لحتى اخدمكم ونوركم. بس يا ريت من هلا ورايح قبل ما تعمل اي شيء تشاورني. اي الا بدي شاورك يا مهندس نجاب، يعني اذا الك ما شاورتكش لمين بدي شاور؟ ها مرتي يعني. ريحوا اعصابكن يا حبيباتي، ما خمخوا على هالشريط. هلقتني انت التاني، ما لقيت تحط لهم الا هالشريط لمعت هيدا. هي قال الاستاذ نجايب، والاستاذ نجايب مهندس دارس بامريكا، يعني مش مسخره. اسمع مني، غير لهم هالشريط لانه الجيج اللي عنا مش مثل الجيج امريكا، يعني مش متعود على هالاغاني. على شو متعود لكينا؟ يعني مثلا حط لهم شريط زغلول الدمور، ابو علي البلوديني، هيني مهنش، هيدي جمال. روحي 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 هيك. هلق انت رح تفهمي اكثر من المهندس نجيب. مهندس نجيب دارس بامريكا. والله ما حيجيب اخرتنا الا المهندس نجيب. عم يقولوا انه الليله في سعه. يا لطيف، الله يجيرنا يا رب. وشو ناوي تساوي؟ هي يعني شو راح اعمل؟ راح انزل على البستان بالليل وشعل اسطول زفت. اخ امتى الله بده يتوب علينا من هالشغله؟ الله وكيلك صدري طبق من كتر ما عم شم دخان اسود بهالليالي. ليش يعني انا صدري صاغ؟ كلياتنا بالهوا سوا، بس شو العمل؟ ما في غير قدامنا غير هالطريقه. سيدي بعين الله. وشو هالطريقه؟ طريقه تشعيل اسطول الزفت وحرق دواليب سيارات قديمة لحتى ترتفع درجة الحرارة وما يتأثرش الموسم بالسقعة. ليش مين قال لك انه الليلة في سقعة؟ هيك عم يحكوا، هيكين عم يحكوا، لانه الحرارة. يا ابو فارس، يا ابو فارس، انا دارس بامريكا وكل هالمسائل بعرفها. انخفاض الحرارة مو مؤشر لحدوث السقعة. هذا الحكي اللي عم تسمعه حكي متخلفين جاهلين عديمي الخبرة. لكن شو هو المؤشر؟ بأمريكا بيعتمدوا على عوامل كتيرة، نسبة الرطوبة بالجو، سرعة الريح، نوعية الحموض بالتربة، وآخر شيء درجة الحرارة. وأنا حسب دراستي بأمريكا اكتشفت إنه الليلة ما في سقعة. يعني روح نام اليوم وأنا مطمي؟ طبعاً طبعاً روح نام وشباع نوم، ولا بقى تعطيلي إذنك لهالمتخلفين والجهلة. إيه الله يطمنك يا أستاذ نجاب، لولاك كنت بدي فيق بنص هالليل واركض مثل المجنين وشعل اسطول الزفت واسهر بالبستان بين الدخان والريح على الصبح. يعني الحق معك، هذا هو الفرق بين العلم والجهل. فارس ليش عم تفيقيني؟ قال في سقعة وكل اهل الضيعة نزلوا على البساتين، مش نازل انت؟ ولك يقطعك قطع انت واهل الضيعة، مين قال لك تفيقيني؟ ها؟ اذا اهل الضيعة جنوا من جن يعني نحن مثلهن؟ من جن من جن يعني؟ مش من جن. والسقعة يا ابو فارس؟ لك ما فيش لا سقعة ولا مقعة. المهندس نجيب هي قال. هلق مين بيفهم اكثر، اهل الضيعة ولا المهندس نجيب؟
أهل ضيعة الجاهلين ولا يلي دارس بأمريكا المهندس نجاب؟ روحي روحي يا الله يرضى عليك، نامي ولا بقى تزعجينا. هيا سرقة. يا فارس بو فارس يا فارس. خير يا طاير؟ لك أي الله أي الله شبوها ها؟ روح شوف شو بده. خير يا طاير. خير خير، ليش هيك معشوق؟ قاعد ولا على بالك؟ شو ما دريت باللي صار؟ خير شو صار؟ الموسم تبعك كله سقيع. شي سقيع؟ ايه والله سقيع يا ابو فارس، والعوض بسلامتك. الله لا يوفقك يا نجيب يا ابن ابو نجيب. يا خرب عن بيتك يا ابو فارس، يا خرب عن بيتك، سقيع الموسم يا ام فارس، سقيع العمش لو سقيع. يخرب بيتي يخرب بيتي وبيت بيتي، ساعة ما تركت نشرة الأرصاد الجوية ولحقت كلام المهندس نجاب. العافية يا فارس. الله يعافي قلبنا عندك، الله بيعوض لك يا السنة الجاية إن شاء الله. لسه بعد بدي انطر للموسم الجاي. هيك الله رايد. معليش هلق انت بستانك جنب بستاني، الحيط بالحيط، ليش بستانك ما سقعش؟ لو تركته ورحت نمت ببيتي كان سقع. يعني انت كنت عرفان انه في سقعة؟ معلوم عرفان. يعني سمعت نشرة الأرصاد الجوية؟ لا والله. لكن كيف عرفت ها؟ درست شيء انت نسبة الرطوبة، سرعة الريح، حموضة التربة، درجة الحرارة؟ لشو كل هذا؟ أنا من طول عمري بعرف أنت السقعة، لشو كل هالعي هذا كله؟ ما شاء الله كان إلي. وش لانه بتعرف بقى؟ مو أنا اللي بعرف. مش أنت؟ لا. لكن مين؟ حماري. أما سمعة حمارك هو اللي بيعرف؟ إيه نعم، هالحمار عنده حاسة قوية كتير، لما بيكون في سقعة برجع الدنيل لورا، ولما بيكون ما في سقعة بيرفع الدنيل لفوق. شو عم تحكي جد ولا عم تمزح انت؟ عم بحكي جد. هلق حمارك عرف انه في سقعة، والمهندس نجيب يلي دارس بأمريكا ما عرفش؟ مثل ما عم قلك. طيب بدي اطلب منك طلب. انت بتأمر وطلبك على عيني وراسي من فوق؟ شو رأيك تعطيني هالحمار يلي عندك وتاخذ المهندس نجيب يلي عندي؟ العافية إلهام خانم. الله يعافيكي. خير شبكي؟ ليش حاطة إشارة؟ شو مرشحة؟ لا طبعاً مو مرشحة، بس هلأ طلعت من الحمام وراحل عند الكوافير أعمل شعري. بيزار عندك عرس الليلة؟ لا مو عرس الليلة، عندي حفلة. حفلة شو؟
ناظم الماهر اليوم عنده حفلة بالسيريديان وجوزي مصمم إلا ما نحضره، شو أعمل؟ بتعرفي ما بيجي مطرب مهم لهالبلد إلا بيركض ركض راسه وألف سيف إلا نروح نحضره، شو بدي ساوي؟ ناظم إيه بقى أنا قلت لحالي روحي يا بنت على بكير ساوي شعرك وارجعي، لأنه مثل ما بتعرفي الكوافرية بعد الظهر بينعج وعج كتير كتير وما بتعودي تعرفي أنت بدك تخلصي منه، فقلت هيك أحسن لي. ما قلتي لي وين الحفلة؟ على بيسين سيريديان، ومثل ما بتعرفي ست إلهام يعني القعدة حوالين البيسين بهالشوب شوي رطبة، فيعني إلا ما نبورد شوي بهالحمة. بالهنا إن شاء الله. طيب شو رأيك تروحي معنا إلهام خانو؟ شروق يا ريت أقدر أنا أروح، بتعرفي ما بقدر أنا أترك الشقة علم، بقى عندي أولاد أنا ما بقدر طبخ ونفخ كل يوم، بتعرفي أنت هالشي، مع أنه أنا وجوزي وولادي منحب كتير صوته لناظم الماهر. طيب روحوا معنا لكان، لاني بصراحه انا تفاجأت، ما انا دريانين انه ناظم الماهر عامل حفله هالدرصه. قديش عم ياخذوا على الراس؟ يعني قديش عم ياخذوا على البطاقه؟ 6000 على الشخص. 6000 ليره بس؟ طبعا هالسعر هذا مع عشاء كامل ومننا جميع عشاء. ايه عشاء مثل العاده ان شاء الله مجاري لهنا. ايه عفوا، ايه تذكرت الحداد جاي هلا بده يصلح لي المجاري. عن إذنك إلهام خانم. على السلامة. لك ها قطقني، كل كلاب أحسن من حمور، غريضة على هالحظ اللي إلي. مرحبا خالي. أهلين حبيبتي، كيفك؟ تمام الحمد لله. يا الله شو شعراتك حلوين عن جد، لبقانيني كثير رايحين لوشك. ميرسي كثير لك. شكرا. ليلي خالي عندكم عرس ولا مباركة؟ لا والله لا عرس ولا مباركة، أنا اليوم راح أحضر حفلة ناظم الماهر. عن جد؟ عن جد بدك تحضريها؟ إيه؟ رانيا تقبريني رانيا، خفي إجرك لعند السمان جيبي لي كيسين شعيرية وقلي له يسجلهم على الدفتر، بس لا تطولي أوام الطبخة عنا. حاضر. هلا قولي لي خالي، يعني بدك تحضري حفلة ناظم الماهر شخصي شخصي شخصي؟ يعني هيك شيء. نيالك جارتنا، ما قلنا لك نعيمة. ميرسي، الله ينعم عليكي. باي باي. ما حطقني أنا، لا بالبق لي شوف لا ناظم ولا كاظم، ولا بالبق لي ساوي لا شعري ولا معري. يعني وإذا ناظم الماهر عامل حفلة شو علاقتنا نحن بالموضوع؟ يوشلون شو علاقتنا بالموضوع؟ حاجتك بقى. يا والله اشتهيت روح احضره مثل كل هالعالم والناس. بابا انت شوف جارتنا شروق كيف راقدة ركض وهي رايحة توضي بحالها وتساوي شعراتها مشان تحضر حفلته، وانا قاعدة ملزوقة بالبيت مثل اللبخة. هلأ إذا الناس زتت حالها من آخر طابق لتحت، أو جارتنا شروق مثلاً رمت حالة بنص البحر، ضروري نحن نعمل مثلها؟ لك شو هالحكي هاد؟ ليكو التاني ليكو، هلأ شو نططنا نحن من حفلة ناظم الماهر لآخر طابق؟ شو جاب بعدين سيرة البحر؟ يلي بقصده مو شو ما عملت الناس نحن بنعمل مثلون، مو ضروري يعني، كبروا عالكم شوي انت وياها، شو هادو ليه؟ ليش نحن شو حكينا؟ ليكنا مكبرين عقلنا وقاعدين بأرضنا، بس بدها تضل حسرة بقلبي اني ما رح اقدر احضر حفلة ناظم الماهرة واسمع صوته. ليش كاسيتاته مو كلياتها عندي؟ بلا بابا. احطي لك شي كاسيت له وقعدي اسمعي. بابا
اسمعوا شي واحضر عم يغني شي تاني. لكن حطي لك شي شريط فيديو له وتفرجي عليه وهو عم يغني. شوفوا على الفيديو شي واحضروا عم يغني شخصي شي تاني. لكن هلا انا بغني لك كم غنية له وبتحضريني شخصي، شو رأيك؟ هلا حاجة تفحم لقلبها للبنت. على كل حال وينك، خلي هالحفلات لاصحابها، للناس اللي بتقدر تدفع على الراس 6000 ومن طرف الجيبة وبدون ما يهتز فيهم شعرها. شو هالحكي؟ 6000 ليرة؟ على الراس الواحد؟ لك اخ لو كان صوتي حلو، بس يا حسرة ما في صوت، صوتي مثل العرباية على البلاط. وها طقني موظف بهالدولة، اضرب واطرح ومعاشي باخر الشهر ما بيوصل لكلفة الراس بهيك حفلة. ايمي هلك الالهام من قدامي، ايمي انصدت نفسي. كل انت الثانية رح تعملي مثله. طعميني عسلا طعميني يا اغلى من ضي عيوني، طعميني عسلا يا فاتنتي، فالعسل الحلو يغذيني. طعميني عسلا يا فاتنتي، فالعسل الحلو يغذيني. ألو فندق السرديان؟ أهلين أستاذ رضا. أهلين أبو عمر. مرحبا ماما. أهلين ماما، حضر لك الغداء؟ إيه والله يا أمي يا ريت. لا 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 اوعك لا تغدي. ليش بقى؟ لاني ناوي الليله عشيكن عشا محرز. واحزر وين؟ وين يعني؟ بالسرديان بحفله ناظم الماهر. الها رانيا لك شو بكو؟ قلت لنا وين؟ بحفله ناظم الماهر. ليش انت كمان بتحبوا لناظم الماهر بابا؟ ليش لا؟ واليوم رح يكون العشاء بمعيتك وبحفلته. بقى شو رايكم؟ بابا شوفها الله يخليك، اذا عم تتريق علينا وتلعبي اعصابنا انا ماني لقيان بنوبها. وليش لحتى اتريق عليكم؟ يعني اذا قلت لكم بدنا نحضر حفله ناظم الماهر شخصي بكون عم بتريق عليكم. يعني صح لك بطاقات ببلاش؟ بالعكس الروح بمصاري. يعني انت معك 24000 ليرة وبدك تطقن طعم؟ اسمعوا على الحكي، انا معي 24000 ليرة لك وتانية. بابا من شان الله لا تجننا ولا تخلينا نبني قصور بالهوا. قلي بدك تاخذنا ولا ما بدك تاخذنا؟ ليش شو عم بحكي انا؟ بدي اخذكم يعني بدي اخذكم، بس كل واحد بيدفع عن حاله. ها انا فايت نام احسن شيء. هلا انت ليش بتضوجي قوام؟ خلينا قاعدين عم نحكي، الدنيا اخذ وعطى، ليش بصلتك محروقه يا بابا؟ هلا انا من اللي 6000 ولا اولادك من اللون؟ هلا لا تاكلوني بلا ملح، خلوني كمل حكي بالاول بعدين يا بتقبلوا يا ما بتقبلوا. ماشي هات سمعنا لنشوف. المطلوب من كل واحد منكم يدفع 500 ليره بس. 500 ليره على حفله ناظم الماهر؟ وشلون نزل السعر من 6000 ل 500؟ فهمني بقى. بابا عم يمزح معنا. أكيد عم يمزح مو هيك بابا؟ إلا إذا كان فكرك نقضيه على شي كم كاسيت بصوت ناظم الماهر نحطهم بالمسجلة ونتسمع عليهم. لا ما حزرت، حفلة حية بقلب السرديان وعلى المسبح ومع عشاء ونحن عم نشوف ناظم الماهر شخصي. شخصي شخصي؟ نعم شخصي شخصي. وخمسمية ليرة على الراس بس؟ نعم بخمسمية ليرة على الراس بس. بقى شو قلتوا؟ يو شو هالحكي؟ حفلة ناظم الماهر وبخمسمية ليرة؟ لك ما تأخذين لك أختي، والله صيرة ما بتتصدق. اسمعي حطي الدولة على النار، ايه حطي القهوة على النار وأنا مشوار الطريق بكون عندك. يلا باي. لك وين قطعتي أكلك رايحة بشو؟ رايحة أسعى في مناكبها. شلون يعني ما فهمت؟ أختي إلها وجوزها وولادها رايحين على حفلة ناظم الماهر
ولكن فوتي على حفلته ب 6000 ليرة، فمن لهم هالمبلغ الكبير؟ ما بعرف ما بعرف، الظاهر انه صهري موفق صحت له واسطة تقيلة مشان هيك دبروا له اياها ب 500 ليرة بس. يا حديث فاضي، قد ما كانت واسطته تقيلة يعني ممكن يراعوه ب 500 ليرة مو ب 5500. ايه مشان هيك انا رايح اشوف اذا كانت الخبرية مزبوطة ولا لا. دخيلك بدك وقف وقف، لا تكمل اكلك كل نص بطن وبس مشان تقدر تتعشى بالسريديا، بكي كانت الخبريه مزبوطه. يا هلين راهي، هلين حبيبتي كيفك تقبري؟ منيحه منيحه كثير. صحيح رانيا، شو قصه ناظم؟ مثل ما حكيت لك ماما. طيب وانت لوين رايحه؟ انا رايحه اساوي شعراتي لانه مو حلوه هيك ضل قدام ناظم بكباشي. خالي لا تتفاجئي، مرت خالي شفيق فوق عنا بالبيت. باي باي. خد رضا، هي 500 عني، 500 عن خالك شفيق، وهي 500 عن فاتن، و500 عن روعة. طيب وبنت خالي نزيها ما بدها تروح؟ لا، هديك ما لها مرق بناظم، هديك بتحب هاني شاكر. دخلك وهاني مو ناوي يعمل حفلة السنة هون؟ هذا شي تغلطة. ايه بيصير يعني، اكيد رح يعمل. إلا كان خود، هي 500 عن نزيها سلف مشان وقت يجي هاني. لا معليش مرت خالي، هي خليها معك، وقت بيجي هاني ساعتها بنحكي. إيه بس قولكن يعني مو كتير 500. إذا شايفتيها كتيرة بلا روحتك أحسن. إيه بالعكس، السعر معقول، معقول كتير. إذا سرديان وعلى المسبح وعشا وناظم الماهر، فالسعر معقول كتير، مبلوعة يعني. أيوة مرحبا إلهام. أهلين بسحورتي. مرحبا يا جماعة، ايه تقبل نرضى من اولها؟ قال ابوك دبر سعر رخيص على حفلة ناظم الماهر، بقى فهمني شو القصة على المزبوطة. خذ يا رضا الله يرضى عليك، تعطيها مصاري لأبوك، 500 عني و500 عن خالتك سحر و500 عن ابن خالتك مرهف. تمام هيك؟ تمام. الله يرزقك عن كل 100,000 يا مفيد. هذا لحتى تقولي انه جوزي بياخذني وبيدللني كمان وبيحضرني حفلة ناظم الماهر. ليش عمو انت كمان عندك نفس النغمة اللي عندنا بالبيت؟ هالاسواني دايرة عندي ليل نهار، بركي لي الحفلة تبع ناظم الماهر بيتغير النغم. لكان يلا بخاطركم هلأ. لا تنسي مرت خالي، الوالد قال اجتماعنا الساعة 10:30 تحت بسفل البناية مشان كلياتنا نفوت سوا. طيب ليش مو كل واحد بياخذ بطاقته وبيروح بمعرفته؟ لا الوالد قال إذا بنجتمع كلياتنا سوا ومنروح ما حدا بيتلبك أحسن. لك شبكي بتضلي ملهوجة يا عدي؟ والله دوبني روح البس ولبس بناتي. يلا سيو يا جماعة. سيو بنات حمي. سيو عدلة. اهلين اهلين نعيمة. شو هالشعرات الحلوين؟ والله فشروا الممثلة. لا بقول لها وشي ما كثير. وين عملتيهم؟ عند هون الكوافير اللي عندنا بالحارة. ايه لكن لا روح اقول لبناتي يجوا يعملوا شعراتهم، لأنه مو حلوين بالحفلة قدام ناظم، كل وحدة حاملت لي شعر مثل المقشة. يلا خاطرك حبيبتي. باي باي. هذا الموديل عليكي جميل. ولدن لا تتولدن ما بين الناس. رانيا رانيا انا احلى، هي الجرافيا ولا هي البس الكحليه احلى؟ ايه فعلا. لك شبك مبرقت مثل ابوك انت. حلوين شعراتي هيك ولا نفشوا؟ لا ماما بلا ما تنفشي، هلا على المسبح الا ما يطيروا الهوا، خلي هيك احسن. خلصوني بقى، شو صار معكم استعجلوا؟ انا من جهتي خالصه وانا كمان صرت جاهزه. استعجلوا، مو حلوه نتاخر اكثر من هيك على ناظرين. مساء الخير إلهام خانم. مساء النور. شو هالصدفه؟ مثل ما قلت لك طالعين نحضر حفله ناظم الماهر. كيف ونحنا كمان؟
لا تقولي عن جد. حصرتي من كتر ما الاولاد نقوا وسقوا شو قلنا لحالنا اخطي خليهم يروحوا شو عليه. اوكي لكان نلتقى هنيك. ارفوار ارفوار. الله معك مع السلامه. اخوكي واختك وينو؟ تاخروا. يلا ما بقى اللي يصلوا. ها ليكو بينوا. لك ليش هيك تاخرتوا؟ ليش هيك؟ طلعنا زينا حاجز لك محل ورا. اطلع. لا 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 ما بقدر انا بدوخ ورا. انزل انت انزل. لا انزل حطوا قدامي روح. يلا طعوا طعوا. أنا بروح على السرديا. لكن على السرديا ليه بفكر لك؟ والله حلو. عم ناظم الماهي. لك عم نمسح بهيك أمور ما بيمزح حبيبي. والله ظريفة. تعرف أنا ما صدقت. أنا ب500 ورقة كلها الروحة. لك بابا خلينا نمشي هلا وبعدين بتكملوا حديثكم عن كسين وأنتم. ماشي ماشي. يا سلام. يلا يلا. فعلا يا جماعة إن بعض ظني اسم. ليش بقى؟ إيه لأنه مدري ليش ما كنت قابل كلامه وما لي عيبه من عرضه. كنت أفكروا عامل فينا مقلب. شو أحكي هادك لفص السرديان وعين الله عليه. حاجة بقى تقلي شوي. نحن بصير الديان مو بالبيت وزني. وين اخذنا؟ صحيح وين رايحين احنا؟ انت شو بدك بهالشغله؟ الحموني لكم وما عليكم. لك وين رايحين يا جماعه؟ شو شفيق؟ شو قصه؟ تفضلوا. لوين تطلع؟ لوين؟ فوتوا. في؟ معقول؟ شايفين؟ هي نحن بالسرديان وهي البلكون بيطل على المسبح مباشرة. شايفين تحت كيف الطاولات موضبينة ومرتبينة؟ وشايفين المسرح محل ما بده يوقف ناظم الماهر ويغني؟ يعني مواجهنا مباشرة فيس تو فيس. بقى شلوني معكم؟ شو رأيكم؟ بس أنا ما كنت مفكرة هيك. إيه لكن شو مفكرة؟ ب500 ليرة بدك تنزلي تحضري الحفلة تحت؟ يا ستي ومنحضرها هون ومندفع اجرة ليلة بالسرديان وفاطمة اخت فطوم. ايه والعشاء اللي وعدتنا فيه. ايه واحلى عشاء يخدم شواربكم. تعال رضا تعال الحقني. احمل معي لك. احملها بابا احملها. شو ها؟ افتحها افتحها لقلك. ها ها
هون في سندويش فلافل مع المخلل والبندورة، وهون في كولا ومولا لحتى ينبل قلبكم وانتو عم تترنموا بصوت ناظم الماهر على البلكون. فلافل؟ هون بالسرديان بدنا ناكل فلافل؟ الله يصلحك على العملة. هي انت اللي كنا ساوينا لنا شوية صفيحة جبناهن معنا، شوية كبة حميز، كنا جبنا صدر كنافة أكلناهن على هالبلكون. صعب شوي شفيق، لأنه مو حلو نشلق الإدارة تحت، مشان هيك أنا هربت هالسندويشات تهريب لحتى ما حدا يحس، وحطيتهم هون بالشنطة لما أخذت الأوضة وسلموني المفتاح. الرحمن يحفظك. شو فتح ونوير، فعلا إلك شغلات ذكية كتير. هات على السندويشة لأطلع أكل على البلكون واستنى ناظم الماهر. إيه تكرم عيونك، أحلى سندويشة مع الطرطور والمخلل والحمض. خد تعال أعطيه لأمك. خدي. وأنا كمان بابا أعطيني سندويشة فلافل. من عيون التنتين يا حبيبتي. تفضلي يا عروسي. ناولني. شو؟ سندويشة. نونو نونو. قولي رح أغص، ما عم تنبلع معي. جبلك كولا؟ جيب كولا. أمين؟ ناولني من عندك كيس الموالح وسندويشات الشيش طاووق. مين حرام؟ هم خانو؟ كيفك جارتنا؟ لك شو هالصدفة الحلوة هاي؟ شايفة ست إلهام؟ الدنيا كبيرة صغيرة. شو رأيك ضيفك شوية موالح تتسلي معنا؟ وانتي إذا قلت مرق بالفلافل معنا كتيرها. ايه بسلامة خيركم. هاي الكولا. ها هاي جارتنا شروق خانو. مرحبا. رح تقبرني جيب لها سندويشة فلافل لشروق أوام. ايه على عيني. تفضلي ست إلهام. تفضلي. صحتين وعافية إلهي. شلون لقيتيها؟ فعلا بنت حلوه. الحلوه دخلك وكيف شفتيها حلوه؟ مع انه الدنيا ليل وهي بعيده عنا سفر سنه. روحي بقى انت الثانيه، الحلو ما بيخبي حاله، العروس فعلا حلوه وجميله الجميلات سبحان الذي خلقها. يا لطيف انت الثانيه، شو راسا بتنبرعي وبتتاخدي، والله اللي بيسمعك بيصدقك. لك ليش انت ما استحليتيها؟ لك مو انا ما استحليتها، بس كنت مفتكرة واحد مثل نبيل صار له عم يخطب 7 سنين بدون ما يعجب العجب ولا الصيام برجب، كنت مفتكرة انه يتجوز ملكة جمال على قد ما كان منون. بس العروسة انا اجيتي للها جميلة الجميلات ما بينحكى بحقها ولا كلمة. موائل انت بتعرفي ساحة عروس؟ ايه بعرفها، خالتي ساكنة هنيك. بس ليش؟ اذا عطيتي ظهرك للحمرة وانت واقفة بنص الساحة بتلاقي على ايدك اليسار في حارة، بصدر هالحارة في طبيب عيون شاطر كتير. شو المعنى؟
بنصحك تقبريني تروحي لعنده مشان يفحص لك عيونك، بركي هيك بيوصف لك شيء كذلك يخليك تشوفي منيح. قال ملكة جمال قال شو عليه بيعمل له زيارة. مبارك مع ميدو. الله يبارك فيك يا رب، ان شاء الله عقبال عند ابنك واقف من تمك لباب السماء، وان شاء الله سافروا العرسان على شهر العسل. لا هلا راحوا على سيد مايا يقعدوا لهم شي 10 ايام بالاوتيل، بعدين بيجوا دغري بيسافروا على فرنسا وسويسرا. بالهنا ان شاء الله. الله يهنيك يا رب. وبصراحه يعني انا ما صدقت على ربي، امتى ابني نبيل عجبته العروس وتجوزها. ضليت سنين وانا اخطب له، وكل ما الاقي له عروس يطالع لي فيها 100 عله و1000 عله ويقول لي امي انا بدي اياها حلوه وشعرها وعيونها خضر وتكون طويله وملفوفه لا سمينه ولا نحيفه من هالحكيها. وليش معصده كل هالقد والتاني؟ من شان الاولاد. قال بده اولاده يطلعوا حلوين بيض شعر وعيونهم ملونين لامه. بس بدك ضميري، انتظاركم ما طلع فافوش ابدا، والعروس سبحان الذي خلقها شقفه حلوه حوريه من الجنه وعز الطلب. هذا حديثنا عز الطلب. ويا حبيبي هالرب كأنه مفصل تفصيل، يعني مثل ما بده اكثر ومثل ما راد اخذ. معلوم، لانه هي اسمته ونصيبه وخلقانه من ضلعه وعقبال البكاري ان شاء الله. والله يغنيهم يا ستي ببعضهم. الله يحفظك، شكرا لك جارتنا. العفو. بتعرفي انك اسمها لمسما؟ وبتعرفي انه اذا حبوا يجسدوا الجمال بيتجسد فيكي؟ نبيل. وبتعرفي اني لو ما شفتك ما كنت تجوزت ابدا؟ انا يا زينة لما كنت فكر بمواصفات شريكة المستقبل كنت شوفك الك، مع انه ما كنت متعرف عليكي، بس صدقيني يا زينة كنت شوفك، يعني كنت شوف العيون الخضر يلي عم يبرقوا برق، وكنت غوص فيهم كأني عم غوص بلجة بحر عميق. زينة أنت عيونك مو بس خضر، خضر على زيتي، زيتي فاتح، يعني لون بحير وبيخلي الواحد يصفن فيهم ساعات قبل ما يرفع نظره عنهم. كنت شوف هالشعر الأشقر، هالشعر الذهبي يلي مثل سنابل القمح تحت شمس الخريف، وهو مفروض على ظهرك مثل شلال الذهب. وكنت شوف كمان هالأنف المشؤول، هو عاطي وشك مسحة من الكبرياء الشفاف بدون تعالي ولا غرور. شوف هالتم المكلتم والابتسامة اللي بتزرع الحياة بقلب كل عليل. كنت شوف هالأوام الملفوف وانت عم تتمختري وتتبغددي بدون ما تكوني لا دبة ثلاثية ولا عصاي طقي. يعني شوف طلتك، شوف أناقتك، شوفك انت بالذات يا زينة، والله العظيم صدقيني. وأخيرا أتحقق حلمي
وكل يلي كنت شوفه بفعل الخيال صار واقع ملموس. ارفعي راسك حبيبتي، ارفعي خليني اشوف هالوش الحلو. لا تحرميني يا عمري من التطليع بهالعيون يلي صار لي عم احلم فيهم سنين. سبحان الذي خلقك ما احلاكي، سبحانك يا ربي شو بتحبني حتى بعثت لي هالحوريه بطرد بريدي من الجنه. مبروك عليك يا معجباني يا غالي يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. مبروك عليك يا معجباني يا غالي، عروستك الحلوة قمر بلالي، عروستك الحلوة قمر بلالي. شو بك يا حبيبتي؟ شو ضايع عليك؟ ولا شي حبيبي ولا شي. كيف ولا شي؟ خاتم الألماس هر يعني؟ لا خاتمي ليكو بإيدي. لكان اسوارتك الألماس يعني؟ لا كمان اسوارتي ليكا بإيدي. لكان شو هاد اللي ضاع منك روحي؟ ضفري ضفري. ها؟ ضفري. شو هاد؟ ضفري ضفري هر مني من هون بهالقرنة وأنا عم بفتح الشنطة. يا لطيف لطيف شو الحكي؟ نزل لك دم حبيبتي؟ لا لا. شلون هر الضفر لكان انقبع قبع يعني؟ لك لا مو ضفري ضفري اللي هر. لكان شو هذا اللي هر؟ هذا ضفر تلزيق كنت حاططته. تلزيق؟ ليش هدول مو اظافيرك الحقيقيين؟ لا اظافيري الحقيقيين مقرمطين قرمطه مثل اظافير الصبيان، شي طالع شي نازل، ما بعرف ليش هيك، يمكن كلسون قليل. هاتي ورجيني نشوف. لك شو بدي ورجيني؟ ايدك ايدك ورجيني ايدك. أهلين وسهلين، الله يبارك فيكي يا ربي خلينا ياكي. يا أهلين. مين؟ الأرسام؟ لا لسه ما سافروا، بدهم يقضوا شي 10 أيام بسيادنا بالأوتيل. إيه بعدين رأسا بيسافروا على سويسرا وفرنسا. لحظة مفادي دخيلك حاطة القهوة على النار، برجع بحكي معك. اسف لاني رعبتك بس لازم اتصرف. انت هلا روحي انسحبي فورا ولا تخافي، انا محاصره تماما تحت شحاطتي. شو هاد؟ الصرصور لقيته فوق مخدتك. يا حبيبي قال اوتيل 5 نجوم. قال على كل حال انت فوتي على الحمام بسرعه وناوليني كيس من الاكياس الفاضيه لحتى احطوا الصرصور فيه وادمروا الاداره كدليل قاطع على اهمالهم وانت سيبهم. يلا يلا على عيني. يا حبيبي على هيك اوتيلات ما شاء الله وكان 5 نجوم. خذ حبيبي. هاتي غمضي عيونك حبيبتي، غمضي هالعيون الحلوة، ما بدي هالعيون الحلوة تتأذى بمنظر كريه بصباحية عرسنا. غريبة. امتى؟ ما بعرف، كأنه هذا مو صرصور. لكان شو؟ ما بعرف، شي بحير، شي مثل ام 44. ما بعرف شو هاد. لا والنكتة اني مالي شايف هيك حشرة طول عمري. شو هاد يا ترى؟ شوفي هذا رمش عيني. شو هذا؟ بالظاهر صارت مني وانا نايمة. ليش هدول رموشك الطويلة والمقلوبة لفوق مرموشك الحقيقية؟
لا انا رموشي صار كتير وما لون قلبي، مهما حطيت لهم زيت خروع عشان يطولوا ما في فايده. هذا يا ستي من اللي انتي ومالك بالطويل، ابن اختي له عم يخطب سنتين وما كان يجتمع ببنت تعجبه وتخطف له قلبه. بقى انا شو قلت لحالي برقد انكنتكم، سبحان الذي خلقها باحلى صوره، الا شيء اخت مشان ندل ابن اختي عليه حتى يروح يشوفها. يا ستي مثل ما خمنتي مضبوط، كنتنا عندها اخوات شيء اكبر منها وشيء اصغر منها. ما شاء الله ما شاء الله، وكلهم هيك جميلات وحلوات وقاطعين الغرام. قد ما تقولي واكثر، ما شاء الله حولهم الخطاب على باب بيتهم، مثل اللي واقف بالدور على باب الفرن عم يشتري خبز، بقى عجلوا واخطبوا يا بتلحقوا يا ما بتلحقوا، انتوا حظكم. الله هلا وقتك انت الثانية، وين هريت؟ شوف يا حبيبتي شو ضايع عليك؟ ولا شي حبيبي ولا يهمك. لكن على شو عم تدوري؟ ولا على شي. كيف ولا على شي يا روحي وانت مخضوضة هالخضة وعم تبحبشي البحبشي؟ عقدك الالماس سرت منك يعني؟ لا. حلقاتك الالماس يعني؟ كمان لا. لك شو هذا اللي وقع منك؟ عيني. شو؟ قصدي العدسة تبع عيني، هرت مني وانا عم قيمة. ليش انتي تحطي عدسات؟ ليش ما بتعرف؟ لا والله، ما حصل لي شرف. من زمان وانا بحط عدسات خضر، بيلبقوا لي كثير مو هيك؟ دخلك؟ وعطوكم موعد مشان تروحوا تشوفوا اختها؟ ايه عطونا، عطونا موعد ب28 الشهر. يو، وليش قدفوكم هالقدفة؟ على هو الحكي قال عم يجيون خطابين كتير، وامهم للبنات عاملة اجندة مواعيد، مفكرة يعني، خصوصي لحتى تسجل عليها كل يوم بيومه، وبيت مين اللي جاية، وانو نهار وانو ساعة، وباب صقاقهم حبيبتي ما عم يتسكروا هن على خطابين رايحين، خطابين جايين. ايييي. ليش ما عاد صفوا بنات بالبلد غير عندهم؟ هو إذا على البنات، في بنات أكثر من الهم على القلب، بس هاتي تلاقي بنات حلوين عن حقه حقيقي. والله النبيل نقشت معه نقى أحلى عروس، عقبال ابن أختي يا رب. شبك نبيل؟ مش ما بتاكل حبيبي؟ راحت أبيتي، كلي أنتي. عم باكل، بس حاجة تتأملني بخاف اتشردق. لا سلامتك من الشردقة. بس بتعرفي القصة مو قصة اني عم بتأمليك. لكن شو روحي؟ القصة اني حاسس، يعني ما بعرف، حاسس انك، ما بعرف شو بدي قلك، بس كأنك اليوم حاطة فوندوتان اغمق من العادي مو هيك؟ لانه بايني غامقة كتير مكلحة يعني. بالعكس حبيبي، انا اليوم مالي حاطة شيء ابدا. يعني انتي هذا هو لون بشرتك الحقيقي؟ تعرف كتير طيبة هالسلطة، دوق دوق من ايدي. لا 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 شكرا، بخاف اتشردق. نبولة صارت الساعة 11 بالبول. شو عم تعملي هون؟ هي بسم الله عليك. ولك انا زينة، زينة زينة الشبك، ما عرفتني؟ شو شايف منها؟ زينة؟ وليش شعراتك هيك غمقوا على غفلة؟ مو كانوا شقر؟ بلا كانوا شقر،
بس هدين كبيروكي هدول شعراتي الأصليين. ليش شعارك؟ كان عيري؟ شايف شو صعبة إنه تكون الوحدة ست؟ يعني إذا بتقضي عمرها كله ورا المراية ما بتخلص. هيك النسوان شو بدك تساوي؟ تشرب شيء استاذ؟ اي نعم، قهوة سادة مرة. سلامة بالك. بعدين ليش لحتى تقعد مع حالك؟ هلأ صرت متجوز وصار في إلك زوجة بتقدر تقعد معه وتصارحها بكل شيء، ولا شلون نبلو؟ صحيح، بس هذا إذا كانت الزوجة عندها استعداد للمصارحة بكل شيء. ما فهمت عليك. هلأ بلا ما نضيع وقت خلينا نمشي فورا. لوين؟ بسيارة بقلك. طلبك غريب كتير. وين الغرابة فيه؟ يعني ليش بدك تشوف صوري وأنا صغيرة؟ وشو المانع؟ هو ما في مانع، بس ليش؟ بعدين بتعرفي. اطلعي جيبي الصور وانا عم بستناكي هون. ما بدك تسلم على ماما وبابا؟ معلش معلش، بعدين جيبي الصور وتعالي انت هلا. صور. هاي لما كنت بصف العاشر، كنا رايحين رحلة أنا ورفقاتي على الغوطة وكنا عم نساوي تبولة. وهاي بعد فحص البكالوريا واقفين جنب المدرسة أنا ورفقاتي عم نكب الكتب والدفاتر بزبالة. خلاص خلاص مشي الحال. شو يعني مشي الحال؟ صدق ظني وطلع مثل ما توقعت تماما. نبلو ما عم بفهم عليك. رح أقلك، شايفة منخيرك بالصورة هون قديش كبيرة؟ أنا؟ شبك نبولتي؟ مالك شايف أنفي هلأ شلون صغير وململام؟ شو بدي بي هلأ أنا؟ الأولاد بكرة حسب أي نسخة رح يجوا؟ حسب النسخة الأصلية ولا النسخة المحسنة؟ ساعة
دليتي على العنوان؟ فهمتي علي منين؟ لك فهمت عليكي، شو شايفتيني بغلك؟ ليكي حبيبتي عنوانه ما بيتوه حدا، بس المهم انه ابن اختي لحق يخطب له شي اخت من اخواتها قبل ما يجي حدا قبلنا ويطلبها. والله ما بتعرفي، كله على اسمي والنصيب. تقبريني بركي انت من عندك بتحكي لنا هيك مع كنتك العروس، بترفعينا من رايه ابن اختي. انت ادرى الناس مين ام نبيل، ويعني مو لانه ابن اختي، لا ابن اختي شاب محرز، محرز كثير. اي والله والله والنعم والسبع تنعام منكم، بس دخلك هالعرسان ما لي عارفاني وين غاطسين من يوم العرس لهلا. على كل حال بكره مسافرين على سويسرا وفرنسا، بدهم يكملوا شهر العسل. طيب شو لي اجوا اولاد اختي ياخذوني؟ عم يزمروا لي خاطرك ام نبيل. الله معك، لا تنسي خبريني شو بصير معك بس ترجعي. ها حتى شفايفك هون بصوره رقاقه كثير وضايقين، امر من شفايف فريد الاطرش الله يرحمه. شو نفختيهم بالظاهر؟ قليلي عن مكشوف لا تستحي. شو نفخة كمان؟ الحمد لله عناك صار جاي زيارة لبيت حمام، استناني هون. إلهي يجعله عديلك بجاه النبي، إلهي وسيدي مولاي. مرحبا أستاذ نبي. أهلين وسهلين جارتنا، أهلا وسهلا. إن شاء الله ألف مبروك إلهي. الله يبارك بعمرك ويخليك يا رب. شو وين عروستك؟ ليش مو معها؟ شلون مو معي؟ ليك وينها؟ شحها قدامك. هاي هي زينة، ما عرفتيها؟ هاي هي. قل والله أحد. ليش هيك شكلك مقلوب؟ إيه أنا بعرف، سبحان الذي يغير ولا يتغير. زينة بدي أسألك سؤال. تفضلي. أختك بتشبهك ولا أحلم مني؟ أنا وأختي الخالق الناطق فولة وانقسمت نصين. لا إيه هيك ما رح يمشي الحال بنوم. أنا حال؟ إيه لا لا ما في شي أستاذ نبيل، بس كنا نحن رايحين مشوار وبطلنا. إيه كل شي من أوله ما هو نو. طلع طلع. الساعة 9:30 الصباح. شو بك نبلو؟ شو ضايع لك؟ على شو عم تدور؟ شو بك نبيل في شي؟ لك ما بدك تقلي؟ ولا ما بدك تقلي صباح الخير؟ شو في؟ لا تجنني نبلو، على شو عم تدور؟ طقم اسناني حطيته بالدرج مثل كل يوم بعد ما تنامي، وهلا وقع مني وعم دور عليه لقيته. فيها مسؤولية المسألة؟ برني لك وين 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 راح؟ ان شاء الله طالعه تنشر الغسيل هلا. ايه لحالي بركي بيلحقوا ينشفوا، بلحق هالشمس عم تسرق. حطي لي هالطشت من ايدك واجلي لي هالنشر هذا بعد ما اطلع من البيت بيكون احسن. قسما بالله زغيتي نظري من الصبح لهلا وانت نازله، شي غسيل شي غلي شي عصر. معجوقة ومخفوقة بحالك وأني ماني موجود. شو هاد؟ احترمي وجودي على الأقل وبلا العجقة. لك ابنتنا نفسها، إذا أنا ما ركضت فيها هي وابنها مين بده يركض فيهم؟ لك يا عيني اركضي، ما عم بقول لك لا تركضي، بس مو قدامي. شو بدك مني؟ هي قاعدة هات لشو تفضل. روحي جيبي فنجان قهوتك وتعشربي القهوة هون. بس انت قبرني ماشي. ايه ما قلتي لي شلون رشا اليوم؟ منيحه، بعت لي حمى عليها امبارح طول الليل ابنها ما نيمها وهو عم يبكي ويصوي صوي. لك ليكون واجعه شيء؟ بيظهر كان ممغوص شويه، قمت رحت انا جبت شويه زيت النانرج ودهنت له دواير صرته حتى كنا شويه، بعدين هي نامت لي على قامتي عليها. زيت النانرج؟ لك ايه زيت النانرج. شبك مستغرب؟ مو على اساس انت من اللي بيحبوا القديم وبيستفقدوا له؟ اسأل الله اسأل الله ايامات زيت النانرج وكرسي الداي. كرسي الداي؟ لك شبك
كل ما بقول لك كلمه بصير بتبحلق لي عيونك وبتفنجرهم فيي. ايه كرسي الداية، هلا انت مو من انصاره للفلكلور؟ هلا عم تهتيني لاني ما عرفت زيت النارنج وكرسي الداية اصلا هدول شغلات نسويه، مشان هيك انا غشين فيهم. دائمه صحتين لوين؟ فايت كمل لبسي وعلى شغلي. ايه مو قبل ما نكمل حديثنا، ارجع امريك وي قاعدة. شو بدك بقى؟ بدنا توصينا على ضيافة. ضيافة شو؟ ضيافة المباركة، مباركة النفاس. وإمتى ناوية تعملي المباركات والأفراح بإذن الله؟ ما في لا مباركات ولا أفراح، كلها مباركة واحدة بس، يعني ساعتين زمان نهار الخميس خلصت القصة. حلو، وشو بدك تقدمي ضيافة؟ يا سيدي بتوصينا على 40 بركاية بلحمة و40 بركاية بجبنة و35 قرص كبة حميص، ولا إلك عملهم 40، وكمان شوية روستو وقطع بيتزا صغيرة. وأنا من عندي بعمل التبولة والجيلة والكريم كراميل، بعملهم هون عندي بالبيت. أوف 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 أوف، وليش كل هالشي بقى؟ لك بيقولوا يا افتح وافتخير، يا غلق ونستر، ولا نقول لضيوفنا شموا لا تدو. لك لا، مو هذا قصدي، قصدي يا خانم إنه ما كان العشا فيكي هيك. العشا بشو؟ يعني واحدة مثلك محافظة على التراث وبتحكي عن زيت النارنج وكرسي الداية، من حقها كمان تكمل معروفة بحق التراث الفولكلوري وتعمل مباركات سبعة أيام بلياليها وتوصي جوزها على حباشات الكراوية على اللوز والجوز وسنوبر، مو براك وكباب وتبولة وجيليه، ولا شو رأيك؟ يا علينا أنت التاني، شو بتدقق بلا طعمي؟ بعدين الكراوية ما بتتقدم بقاب اللهاب، يعني بدك يعني أقدم للضيوف كراوية حتى ضيوفي ينحموا من الشوب؟ الكراوية على قد مو حامية بيطعموها للمطلقة لحتى يحمى طلقة، وللنفسة لحتى يدر حليبة، وبياكلوها بكوانين لحتى تدفي عظم البدن، وبتقلي كراوية وبنص قاب. إذا كان هيك بلاها الكراوية، قدمي لضيوفك زبدية قيمة وقرص مشبك وشوكولاتاي، بتقوم الغرض وزيادة. ليش مين قال لك إني ما في قيمة؟ كنت حاطة ببالي وصيك كمان على قلبين بوزة مع جاتو كاساتا يعني حتى ينبل قلبنا ونبورد شوي. بقى شو قلت؟ ماشي الحال، امتى قلتي لي المباركة؟ الخميس بعد بكرة، يعني بيجوا هالضيوف كلياتهم بفرد مرة بيباركوا وبيهنوا وبخلص بقى من سيرة الدق مين افتح. اهلا وسهلا ومع السلامة، وقيمي قهاوي وحطي قهاوي وارقدي ما بين الضيوف والنفسة والببو. بقى شو قلت؟ ايش بدي اقول يعني؟ ليش انا بحسن خالفك يا حبيبتي؟ ايه ما بحسن، ولك انت بتستاهلي الواحد يحطك على راسه من فوق. لا طول ابو رشا، وصيلي على الغراض من هلا لانه رح اعزم الناس من هاللحظه. ولا يهمك، ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامه تقبرني. ما هو انا ليش تحركتي من مكانك؟ ليش؟ إذا أخلي ابن التخت أمي؟ لك تقبريني أنت نفسها لساتك، لازم ما تحركي. ألف الحمد لله يا ربي اللي قيم لي إياكي بالسلامة، مجبورة القلب والقاطر، لا تحركي ولا حركة. نفسها أنت. لمين بدك تدقي؟ لفضيلة وبناتها بتعزم على المباركة. أنا مباركة؟ على المباركة مباركة نفاسك وخلوصك بالسلامة. أيوة، ليش أنت ناوية تعمليها؟ بعد بكرة يعني الخميس. ألو، مرحبا فضيلة. أهلين وسهلين أم رشا، أهلين وسهلين، إن شاء الله ألف مبروك، وإن شاء الله بيربى بعزكن ودلالكن ويقاتي ربي بالحظ والسعد وطولة العمر يا حق. قليلي أمتى المباركة؟ بعد بكرة الخميس إن شاء الله. لا المعازيم كلهم أنتي بتعرفيهم، نشاط خانم مع بنت حماها ورويدة وبنتها وصبيحة وفريحة ومرت أخوهم مديحة وشكران وأخواتها الثلاثة. شكران؟ شكران ما غيرها؟ لا حبيبتي، لا لا حبيبتي، بدك تعذريني الله يخليكي. يعني صحيح رشا بسعر بناتي تمام، ويشهد علي ربي إني فرحانة بقيامتها بالهنا والسلامة قد الدنيا، ليكي ومباركتها على عيني وراسي من فوقها أبدا، بس شيت إني اجتمع أنا وهي شكران بجمعة واحدة؟ لا 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 ابدا، بدك تعذريني. شو اعذرك وما اعذرك؟ يعني معقوله انا اعمل مباركه نفاس لبنتي وانتي ما تكوني فيها؟ ابلغي المباركه من اساسها اذا ما حضرتي. إيه لك شو فكره انتي؟
انت اللي بتزيني المبارك بفتلتك وبحديثك ورني ضحكتك. يو تسلمي لي يا ام رشا تسلمي لي. بس لا لا الله يخليكي ما تحرجيني، يعني انا وشكران لا يمكن نجتمع ابدا، هيك عم قلك. قسما بالله يا ام رشا ما عدت اقدر شوفها ولا المحها ولا حتى بظلمات الليل هيك، لك ما عد اقدر اسمع بسيرتها لا من بعيد ولا من قريب. قليله هيك هيك عم قلك، لحتى موت وصير تحت التراب وتصير عظامي مكاحل. ليش شو عملت معي يا ستي؟ يعني بالمختصر المفيد لقلك، انا اشتغلت كنزة صوف لابني مهند. ايه ابني الصغير الله يخلي لك محبينك يا حق. ايه واستقبال بيت ام صبحي الجاجي مين اجتمعت هنيك؟ شكران لشرنة. فسألتني واحدة من الموجودات شو قالت لي؟ قالت لي كتير 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 حلوة كنزة ابنك بتطير العقل. هي كانت شايفته لابسها لما كان معي بجنية السبكي بالعرباية طبعا. الملخص يعني قالت لي بتطير العقل هالكنزة، مين اشتغل لك ياها؟ فأنا شو ضحكت قلت لها شو مين اشتغل لي ياها؟ شو الحكي؟ أنا اشتغلتها بإيدي على السنانير اشتغلتها. وفعلا يا ام رشا طالعه هالكنزه معي تنزع العقل، بتاخذ العقل عم بالليل، ومين ما عم بيشوفها عم يشهق على كتر مبدعه فيها. لاني يعني بصراحه اشتغلت انا ومركنه وبالي فاضي وجوزي مسافر. ايه والرسمه اللي على الصدر كتير كتير صعبه، قد ما قلت لك صعبه اكثر، مو معقوله قديش صعبه عم قلك. ايه بس مو علي انا، وبصراحه اكثر انا جبت هالبورده وقعدت طالع هالرسمه اطبي اطبي وطعني طعني. والرسمة عبارة عن شو يا حزريك؟ عبارة عن ارنب ابيض ملقوح على ظهره، وجنب منه قطة زيتونية نايمة براسها على بطنه، وكلب بني من بعيد عم يتناوق عليهم وملبسته قصدك شمسي. الملخص يعني المخلوقة طار عقلة بالكنزة واحتارت، هي شغلة ريكو ولا شغل ايد؟ شغلة ريكو ولا شغل ايد؟ يعني المهم وبالمختصر المفيد بدرى بعدين انه شكران اللقلوقة قالت للمخلوقة انه قال هي كانت معي لما نزلنا على السوق واشتريناها للكنزة، وانه هاي الكنزة شغلة ريكو مو شغل ايد. لا واسمعي شو قالت لها كمان، قالت لها معقولة فضيلة هالمهبولة اللي ما بتعرف تساوي صحن تبولة تقدر تشتغل هيك كنزة، وهي من طول عمرها حوبة لا بتعرف تطبخ ولا تنفخ وخلت بيتها، بقى منين اجتها هالفلاحة على غفلة؟ سمعتي يا ام رشا؟ قال انا منين اجتني هالفلاحة على غفلة واشتغلت هيك كنزة؟ لا لا وشو قالت لها كمان؟ قالت لها هي الكذب بدمها. قال انا الكذب بدمي؟ عجبك على هالحكي؟ بقى لا تقلي لي لا تقلي لي هالمخلوقة ما ممكن انسى هالفصل الناقص اللي عملته فيني طول ما انا عايشة. هي وحدة شرنة وتافهة وشرشوحة لا بتتعاشر ولا خرج تقعد بين الناس. طيب يا ستي ولا يهمك بلاها شكرا وتنقص، يعني شو هالشغله؟ بس كله الا زعلك انتي منيحه. مثل ما قلت لك المباركه بعد بكره الخميس على 6:30 7 على رطوبه، يعني بيكون احسن. عم نستناكي لكان فضيله خانو. ماشي اوعك تنسي ها. ايه مع السلامه. ماما انتي شلون هيك بتعملي؟ يعني معقوله ما تعزمي خالي شكران واخواتها؟ حلوه يعني. لك شو اعمل لكان؟ في بيناتهم زعل وما صنع الحداد، بقى اذا بدي اعزم شكران بدها تزعل فضيله. ايه بس شكران خانو مراقده معنا وبأتراحنا قبل افراحنا. معلش يا امي معلش، بعود انا بعمل لها عزيمه خصوصي. ولا اقول لك لما بتخلصي نفاسك عندي وبتطلعي على بيتك بنعود بنستقبلها هنيك بحجه انه نحن اجلنا المباركه تبعك لحتى تصيري ببيتك. شو رأيك؟ إيه بس وداد دريت إنه أنتي عاملة المباركة هون. من إلا صارت صدفة؟ صدفة؟ إيش هو الصدفة المدوزنة هاي؟ مو مزبوطة ماما مو مزبوطة ابنو. أهلين وسهلين ومرحبتين، يعلم الله إنك بنت حلال. أهلين فيكي، مرحبا رشا. أهلين وسهلين خالي رشا. أهلين فيكي يا حبيبتي. شبكي أم رشا؟ خذي مني. هاتي. اللهم صلي على النبي، ما شاء الله حولك وحواليك يغزي العين. ان شاء الله الف مبروك يا حبيبتي والحمد لله على سلامتك. الله يبارك فيك يا رب. على الخلاص والخلقه مثل الناس بتسوى الدنيا وما فيها. والله صدقتي يا رشيقه. حبيبتي ان شاء الله ما تعذبتي بولادتي. قال عذاب وبس. ايه والله طلعت عيوني يا خالي، طلعت عيوني بالطول وبالعرض. لك ما في ولاده سهله، انت قادره وبتعرفي هالشيء. عدي عدي رشوقه. عدي حبيبتي. والله بعرف.
بس بكره بس يبلش يترغل ويكاغي ويقول ماما بتنسي الولاده وعسارتها وبتقولي بدي كمان. يا حبيبي هالرب هيك قلب الام شرشوح شرشوح وبس. يا حصرتي علينا. ايه يا ستي مالكم بالطويل. هذا يا ستي فقت اليوم الصبح وانا عالن على بالي اكله فخده بعصفور، وفضلت خيركم يعني عندي بهالبراد شويه موزات وعصايص من يلي بيحبون قلبك، بهرتهم وملحتهم وطبختهم. بقى شو قلت لحالي؟ قلت لحالي انتوا جيراننا والباب بالباب، والا ما تكون ريحه الفخده هفت لعندكم والنفس لا تاخذيني ولي على قلبي، بيكون بدنها ضعيف وبده رم، حاكم مثل ما بيقولوا اكل النفس اساس. بقى ان شاء الله تعجبكم هالفخده. يا علي على عذابك، ما في داعي لهالسئله، ما بدنا نعذبك. ولو هي رشا مثل بنتي، ومالك علي يمين تحلفيني انه فرحانه بولادتها كوميات. هذا لانك محبه وعزيزه انت رشيقه خانو. الله يسلمك. وين ناويين تعملوا المباركه يا ترى؟ عندك هون بالبيت ولا رح تستنوا لتطلع على بيتها؟ لا عندي هون، بتعرفي انا معارفي واللي حولي وحوالي كتار، وبيت بنتي بعيد برات الشام، بقى انا شو عم اقول لحالي؟ هون اريح الي وللضيوف، ولا شو بتشوري علي انت؟ مثل ما عملتي منيح، عين العقل والله. لو ما انت دقيتي الباب علي، كنت انا بدي دق الباب عليك واعزمك. ليش امتى مباركتكم؟ بعد بكره، يعني الخميس. ايه على خيرة الله، ومعازيمكم كتار؟ الله والبركة، وكلهم بتعرفيهم حضرتك. مثل مين يعني؟ صبيحة وفريحة ومرت أخوهم مديحة ورويدة وبنت قمر وفدوى وعروبة ونشاط خانم مع بنت حماها. نشاط خانم؟ قصدي نشاط الشيبة؟ إيه الله لا يوفقها ولا ينشطها، بجاه كل مين إله جاه عند رب العالمين. لا يا رشيقة خانم، ليش؟ اللي بعرفه إنك أنتي ونشاط ما بتتكنسوا من عند بعضكم، قصدي أنتي وياها الروح بالروح وإنها أقرب لك إلك من أختك فريدة، مو هيك كنتي تقولي؟ صحيح، بس كنت مغمضة ومعمي على قلبي ومثل الهبلة. آخ ما كنت شايفة الغيرة اللي دابة بقلبها مني، إن شاء الله بتغور فيها الأرض وما بتعود تطلع. معقولة؟ بقى لا تزعلي مني، أنا عندي رشا بالدنيا وقومتها بالسلامة، مو بس بدها مباركة، بدها سبعة أيام بلياليها. بس أنا وبالمشرمحي ما رح أقدر أحضر المباركة بعد بكرة، ما بقدر منوب، اعذريني. يهو رشيقة خانم شو ما تحضري المباركة؟ انت الكل بالكل، والجمعة بلاكي من غير شرم على طعمة، يعني بلاكي نحنا مو حلوين، مو حلوين بنوب. يحلي ايامك يا حق، بس انا ونشاط قاطوعة فاصولة بيناتنا، ولو شفتها ماشي على هرصيف بقطع رصيف الثاني لحتى ما المحها. طيب وشو السبب؟ السبب هو كالتالي، مرة كنا باستقبال بيت ام عدنان طيلسي، وبتعرفي شو بصير باستقبالات ام عدنان؟ ضحك وفرفشة ورقص وفقش، هيك المخلوقة بتحب. ولما اشتغل التصفيق والنقر حمي خصري وقمت رقصت. وبتعرفي أنا لما برقص يعني ما برقص حي الله، لا ببذل جهدي وبحاول يكون خفيف الدم. ليش؟ لأنه في ناس عم تطلع وتراقب. المهم ضليت أرقص شي تلت ساعة والعرق يكبني، بس الكل عم يضحك ويصفق لي، تقوم ناس وتقعد ناس، وأنا لساتني عم بفرك وأبرم. ليش؟ لأنه حسيت إنه أنا إلي شعبية. إيه؟ وتاني يوم تفتح لي أم عدنان طيلسة وبتقلي نشاط خانم غيرانة منك كتير لأنك أكلتي الجو أكل، وقال إنه طايع عرق الحياة عندي ورأسي بشع كتير، ولو شاف الجمل حردبته كان وقع وانكسرت رقبته، وقام الدبلة يرقص أكله سبع تنفس. ومن هالحكي هاد بقى عزموها أنتو، عزموها على مباركتكم، ما عليكم مني. لا أيوة خالي شلون ما علينا منك، أنت الأصل يا ستي. وبلاها نشاط خانم مو ضروري، شو هالشغلة يعني؟ المهم انتي ما تحرمينا من انسك. ان شاء الله ما بحترمك يا حق، بس هديك البعيدة ان شاء الله بتحترم الجنة ونعيمها. قومي حبيبتي قومي، قومي رضعي ابنك وسمي عليه، وانا ماشي. يلا لك احدي رشيقة قاعدي بكي. لا بدي روح فلفل شوية رز قدام الفخدة، دوبني لحق. لا تنسي بعد بكرة رشيقة عم نستناكي. ها لا ما بنسى، ان شاء الله بيجي ما بستغني. خاطركم مع السلامة. شو رأيك؟ ماما هلأ معقولة أعمل مباركة نفاسي وخالي نشاط ما تنعزم؟ شلون هيك أنتي بتتصرفي؟ شو أعمل يعني؟ شوفت عينك وسمع إذنك؟ والله ربطوا لي إيدي. إيه بس خالي نشاط ما في مناسبة عرس ولا مباركة نفاس ولا حفلة نجاح إلا وبتكون قايلت لنا أول الناس. لك شو أعمل بحالي؟ إذا رشيق أو نشاط ما بيحبوا يجتمعوا مع بعضه، إيه والله شي بحيي. لوين قايمة؟ انشر الغسيلات شيات الببو، ليكن لساتهم بالطشط، هلا بيقلبلو والتهينا.
الليله. شامور وكربوش ان شاء الله ما تخ ولا تبلا. الهي بور قلبي، انا صدقت صار عندي بيبي. مرحبا جارتنا. اهلين وسهلين ومرحبتين. ان شاء الله مبارك ما اجاكم. الله يبارك فيكي. طمنيني، ان شاء الله الولاده كانت طبيعيه؟ ايه الحمد لله طبيعيه. ايه هنيكي بسلامتها لكان. الله يسلمك. وين هي هلا؟ عندك ولا راحت على بيتها؟ لا عندي. مالك شايفتيني كيف نازله غسيل ونشر ومالي وعياني على حدا؟ الله يعطيكي العافيه. خوش مين بيحوف النفس غير امه؟ الله وكيلك، انا بولاداتي السبعه كنت اندب عند امي هيك لحتى ربعين، وبعد ما تعمل لي هالمباركات وهالموالد تقول لي يلا روحي على بيتك اركدي. هيك الاصول. وانا ناويه اخلي بنتي عندي لحتى تقوى شويه، يقوى بدنها يعني، وتقدر تحوص مع الصغير ببيتها. وامتى مباركتكم يا ترى؟ يا لطيف شو بنت حلال انتي. كنت ناويه انا خلص نشر واطلع مشان اقول لك انه الخميس بعد بكره يعني عامله مباركه. ان شاء الله دائما بالافراح وبالصفا والايله ان شاء الله. بدخلك ضيوفكم كتار؟ مو كتير، هن بذاتهم تقريبا. نفس الطرقه يعني؟ مين قصدك؟ قولي لي انتي مين عازمه بالاول؟ صبيحه وفريحه ومرت اخوهم مديحه ورويده وبنتها وقمر وفدوه وعروبه، وقلت كمان لفضيله بنت البساتيني. فضيله؟ ايه فضيله خانو. ليش في بينك وبينها شيء؟ لكن عملوا مباركتكم والله يهنيكم. ببقى انا بمرق لي شي يوم الصاعد زمان حتى بارك لرشا دخيلك وبلا هالعجق وبلا هالطجق. والمباركه؟ ايه انا ما بحكم عيني بعين فضيله لو قطعوني شقف ونتف. بتعرفي شو قايله عني؟ قال فضيلة، قال اي خرب بيتها ما فيها جنس الفضيلة. قال انا بسرق المعالق والصحون والشوك من الاوتيلات لما بصيف باللاذقية مع اولادي، وقال نص مشاكيري من الشاطئ الازرق. ايه امر خانو، المباركة بعد بكرة. يا ستي عازمين على المباركة صبيحة وفريحة ومرت اخوهم مديحة وعازمين. يو ليش شوفي بينك وبين مديحة؟ يو معقولة؟ يا لطيف كل هالشي طالع من مديحة؟ طولي بالك طولي بالك قمر، طولي بالك معلش. طيب على راحتك. شو القصة؟ قمر خانم ومديحة خانم ما بيجتمعوا بقرنة وحدة ولا بأي شكل. إلا كان خلينا شي نهار تاني نعزم خالي قمر مع خالي شكران وخالي نشاط فرد مرة. لك العلة انه شكران الثاني ما له وفق هي وقمر خانم وما بيقدروا يشوفوا بعضهم ولا حتى بالبنات. شو رح نعمل يعني؟ لك شو بعرفني. اي ستي شو كتبتي انت؟ شوفي امي، الخميس رح تجي فضيلة خانم وخالي رشيقة وبس. معناتها انا بعود نهار السبت بعمل مباركه ثانيه مشان اعزم فيها شكران، وبعود بعزم معها كمان نشاط خانو. لا امي ما سمعتي شنو خالي شكران قالت لك انه هي وخالي نشاط مو طيبات مع بعضهم؟ لكان بعزم شكران واحسان ولا لي. دي لحظه جارتنا. يا جارتنا اهلين. جارتنا علاش اذا اجتمعتي بالمباركه مع شكران ولا في بيناتكم كان وكتكتان؟ بيني وبين شكران ما في لا كان ولا كتكتان، معلش يعزموني معه. لكان سبتيلي مباركة شكران وإحسان لنهار السبت. طيب وهي قائمة يوم السبت. طيب وخالي نشاط؟ خالي نشاط خليها ليوم التنين. وليش مو ليوم الأحد؟ لأنه الأحد. وين هاي تبع الأحد؟ ليكا رح يجي صبيحة وفريحة وما كتير التنتين بينطربوا من شوفة نشاط. طيب ليش مو مسجلة معهم مرت أخوهم مديحة؟ لأنه قال علقوا مع بعضهم بقتالة كبيرة وقطعوا لها كرت من زمان، مشان هيك مديحة بتجي بمباركة نهار الأربعة مع رويدة وبنتها. ليش التلاتة مين في؟ يا ستي التلاتة تلاتة وينها تبع هي التلاتة؟ ها ليكا مسجلة عندي فدوى وعروبة. واثنيناتهم ماسكين خاطر لصبيحة وفريحة، مشان هيك ما عادوا حكوا مع مديحة. طيب بهالحالة ليش ما منعزم فدوى وعروبة وصبيحة وفريحة على مباركة يوم الأحد بفرد مرة؟ والله ما بعرف تقبريني يا رشا، طاش الحجر تبعي.
خذي القوائم والحقيني فيهم لندقق فيهم من اول وجديد. شوفي هلا هيك منكون خلصنا من اسماء المعازيم على مباركة يوم الخميس والسبت والاحد والتنين. عظيم امي، وهي اسماء المعازيم على مباركة يوم الثلاثاء. مباركة الثلاثاء؟ لك مو قلتي لي انه مبارك يوم الخميس؟ على الاساس انا وصيت على البرك والكباب وقالب الكاساتا. ايه صحيح، بس في اعتبارات امنيه جدت على الموضوع. اعتبارات امنيه؟ ليش انتوا رح تعملوا مباركه ولا رح تعملوا حرب؟ ها انت قلت بعظمه لسانك، مشان ما نعمل حرب رح نعمل مباركتنا بالتقسيط سبع ايام بلياليها. ايه شو ناويين تحيوا التراث والفلكلور على كتافي انا؟ مو بس رح نحييه، لا ويمكن نغير فيه ونعمله 8 أو 9 ايام بلياليها على هوا ما نشوف اذا الفت وحكمت بيجتمعوا مع عنايه ونهايه ولا لا.